الرحمن الرحيم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. صدق الله العظيم. من أسماء المدينة المنورة الدار طابة طيبة ويثرب. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. صدق الله العظيم. في صبيحة يوم الجمعة 16 من ربيع الأول الموافق 2 من تموز سنة 622 ميلادية، دخل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه وخليفته أبو بكر الصديق المدينة عبر رحلتهم التاريخية المضنية المحاطة بالأخطار من كل جانب. تلك الهجرة التي غيرت وجه التاريخ، فاندفع أهل المدينة في تظاهرة رائعة بكل ما في نفوسهم من خير وبكل ما في قلوبهم من حب، بكل إحساسهم ومشاعرهم الغامرة اندفعوا يستقبلون الرسول العظيم وصاحبه. وكان اللقاء المشهود بين نبي الإنسانية وبين أهل المدينة، وكانت الفرحة الكبرى والشعور الصادق يكللان هذه الخطوة الكريمة، فيتحول الشوق إلى نغمات عذبة جميلة تنعكس من القلوب نبرات هازجة تتردد على الشفاه فتباركها الصحراء وتتراقص حولها حبات الرمال ويتعطر الأفق بأريج الأنشودة الخالدة. Thank you.
رسول الله، هذه مدينتك التي تشرفت بقدومك، مدينتك التي احسنت استقبالك ومؤازرتك. الم تكن في طليعة من لبت دعوة؟ الم تخرج من اراضيها طلائع جيوش المسلمين تقارع الظلم والاستبداد، وتهد حصون الظلم والجهل، وترسي دعائم الحق والعدل؟ فيحق لبلدة آزرتك وناصرتك أن تفخر بأن تكون مدينة الرسول. واليوم وقوافل الحجيج تتقاطر على المدينة المنورة، تنشق عطرها وتتنسم عبيرها وتعيش لحظات السعادة فوق ثراها الطيب، نجد أحاسيسنا وخواطرنا معهم، تخفق قلوبنا مع قلوبهم، وتهيج مشاعرنا مع مشاعرهم إيمانا فياضا يورق، فتمتد ظلاله طمأنينة في النفس وسموا في العقيدة. فكيف كان شعورهم قبل وصولهم؟ إنهم يهللون ويكبرون، لا تفتر ألسنتهم لحظة عن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تردد حناجرهم الدعاء في حداء جميل يزداد ويشتد كلما أحسوا أنهم بدأوا يقتربون شيئا فشيئا من مدينة الرسول، فتبحث أعينهم تستبق المسافة علها تكتحل بمرأى القبة الخضراء، وما أن يشاهدوها حتى ترتفع أصواتهم: الله أكبر، الله أكبر، صلى الله عليك وسلم يا حبيب الله. فما أروعها من لحظات، وما أجملها من ذكريات تبقى في النفس تغذيها وتلونها بالفخر والاعتزاز. وما أن تتوسط وفود الحجيج داخل المدينة حتى يسارعوا للصلاة في الحرم النبوي، وخاصة في الروضة الشريفة، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهناك تلتقي المجموعة الخيرة على اختلاف أشكالها ولهجاتها وتباعد منابتها وتباين سماتها، تلتقي في طاعة الله ووحدانيته ومحبة رسوله الكريم. فتقف الجموع بكل خشوع وسكينة أمام قبر الرسول الأعظم، متمثلة طلعته الباهرة وروعة جلاله وسماحته ونبل طباعه وكرم أخلاقه، فتعيش لحظات من أجمل لحظات العمر وأسعدها وأحفلها بالإيمان والحب والروحانية المطلقة. فما أروعها من وقفة، وما أجملها من لحظة يجد المرء فيها نفسه وعلى بعد خطوات من حبيب الله نبي الإنسانية وشفيعها، ليقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين، الصلاة والسلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، السلام عليك وعلى أزواجك الطاهرات أمهات المؤمنين، السلام عليك وعلى أهلك الطيبين الطاهرين، الصلاة والسلام عليك وعلى أصحابك أجمعين وعباد الله الصالحين. أشهد أنك يا رسول الله قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجاهدت في الله حق جهاده وعبدت ربك حتى أتاك اليقين. اللهم اجز عنا نبينا أفضل ما جزيت، اللهم آت نبينا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا إنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق. صدق رسول الله. لذا نجد المسلمين يتسابقون لأداء الفريضة داخل الحرم النبوي ويكثرون من النوافل والسنن ويحرصون على البقاء أكثر أوقاتهم داخل الحرم، يقرؤون القرآن ويذكرون الله ويسبحونه. فما أحسن تآلف المؤمنين، وما أجمل تراحمهم، وما أروعهم متآخين متحابين لا فرق بينهم. وهذا ما أمر الله به ورسوله، بأن يكون المؤمن ذلولا للمؤمن غير عصي عليه، لا صعبا، هينا، لينا، سميعا، ودودا. وما في الذلة للمؤمن من ذلة ولا مهانة، إنما هي الأخوة بمعناها الواسع العريض، ترفع الحواجز وتزيل العقبات وتمزج النفس بالنفس فتصبح واحدة. فالأخوة والإيمان هما القاعدتان الكبيرتان المتلازمتان، الإيمان بالله وتقواه في كل لحظة من لحظات الحياة، والأخوة في الله هي التي تجعلنا إرادة صلبة قوية قادرة على أداء دورها الكبير في الحياة البشرية لإقامة كيان قائم على العدل في ظل عالم تسوده المحبة والكرامة والسلام. جبل أحد، جبل الرماة، مقبرة الشهداء، ثلاثة من أبرز ملامح المدينة المنورة بعد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا وقف التاريخ يسجل بأحرف من نور سطورا مشرقة وضاءة، أروع ملحمة تخلد عبر الزمن عن أسمى معاني الإيمان والبذل والدفاع عن العقيدة. ففي السنة الثالثة للهجرة المباركة، وعند سفح جبل أحد الواقع على بعد 4 كيلومترات في الشمال الشرقي للمدينة المنورة وبالقرب من جبل الرماة، دارت رحى معركة طاحنة عنيفة بين 3000 من المشركين بكامل عدتهم وأسلحتهم، تدفعهم الحمية الجاهلية والرغبة في أخذ الثأر، وبين 700 من المسلمين سلاحهم الإيمان بالله وحده والرغبة الصادقة في الاستشهاد في سبيل الله ورفع كلمته. جيش المشركين تعداده 3000 رجل، بينهم 200 فارس مقابل فارس واحد في جيش المسلمين. جيش المشركين يضم 700 من لابس الدروع، وهذا العدد وحده يعادل جيش المسلمين بأكمله. وحانت ساعة الصفر واشتبك الفريقان واحتدم القتال، ورغم التفوق العددي الكبير من جانب المشركين ورغم كثرة أسلحتهم وإمكاناتهم، فقد انحسر النصر لصالح القلة المؤمنة وانهزمت فلول الشرك والطغيان أمام طلائع الحق والإيمان. فسقط لواء المشركين تدوسه الأقدام، وكادت المدينة أن تسجل نصرا للمرة الثانية يفوق نصرها منذ عام ببدر. ولكن كما يقال هناك مزالق بين الكأس والشفا،
وذلك أن عملا من أعمال الخروج على النظام ومخالفة الأوامر ارتكبه الرماة المسلمون حول النصر إلى هزيمة مرة وكارثة أضاعت ثمرات النصر الذي أحرزه المسلمون ببسالتهم وشموخ عقيدتهم. كما كانت هذه المخالفة سببا في استشهاد أكثر من 60 رجلا من خيرة رجال المسلمين. وهكذا شهدت هذه الأرض وذاك الجبل مرحلة من أهم مراحل الدعوة الإسلامية، مرحلة البذل والصمود، مرحلة العطاء الخير وبغير حدود، ما دام هذا العطاء في سبيل الله لتبقى ذكرى الاستشهاد في سبيل الله رمزا خالدا خلود الدهر.